السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام، تكلمنا في الفيديو السابق عن مسؤولية الإنسان عن نفسه كفرد بعيد عن الوصاية الدينية أو السياسية أو الإيديولوجية، وسوف نواصل في هذا الفيديو في نفس السياق. بالحقيقة خلال تجربتي اللي بلغت الآن تقريبا 15 سنة منذ أن قررت أن أغادر نهائيا الإسلام وتحمل مسؤوليتي، اكتشفت خلال هذه المسيرة ياسر حاجات. أهم حاجة إن الخروج من دين وخاصة الخروج من الإسلام ليس مسألة في متناول الجميع، فهي مسألة تحتاج إلى عدة عوامل. أهم هذه العوامل هي البلوغ الفكري، يعني الإنسان يجب أن يكون بالغ فكريا، وهوني نقصد بالبلوغ الفكري هو أن الإنسان يتحمل مسؤوليته. نعرف احنا اللي الإنسان يعني عندما يولد ثم يمر بمرحلة ما يسمى مرحلة الطفولة، ثم يدخل في مرحلة أخرى نطلق عليها مرحلة المراهقة، ثم يصل إلى ما يسمى بسن البلوغ. هذا معناتها إنسان عادي، أي إنسان يمر بهذه المراحل ثم مراحل أخرى. أنا أظن إن البشرية تمر بنفس هذه المراحل، فالإنسان ولد في عالم الحيوان بمفهوم إنه ظهر في عالم الحيوان، ثم بعد أن ظهر في عالم الحيوان عاش ضمن الحيوان وفي إطار المناخ الحيواني. يمكن إن معناتها إنسان ينظر من الخارج ميفرقش من بينه ومن بين الحيوان، لكن ذلك الإنسان عنده ميزة إن هذا الإنسان طور ما يسمى الإدراك والوعي بالأشياء. لا يعني إن الحيوان لا يدرك، وإنما كما إن النسر ظروفه جعلته يطور مثلا حاسة النظر، حيوان آخر تلقاه طور حاسة السمع، حيوان آخر طور حاسة الشم. كل حيوان على حسب ظروفه وعلى حسب العوامل وعلى حسب الطبيعة اللي هو موجود فيها طور جانب من الجوانب اللي موجودة في التكوينة الجسمية بتاعه. والإنسان ظروفه ووضعه خلاه يطور جانب معين وهو جانب العقل أو جانب المخ، وهذا المخ طوره بطريقة إن الإنسان أصبح يعي ويفهم ما حوله سوى ما هو قريب، وبشوية بشوية ما هو أبعد، إلى أن وصل إلى مرحلة إنه أصبح ينظر أبعد من الأشياء وما وراء الأشياء. وهذه المسألة معناتها ذكرتها بصفة عامة، ما هنا حبيت نفصلها. الحيوان بصفة عامة الخيال متاعه ما يتجاوزش ما هو مادي وما هو ملموس، بينما الإنسان ابتعد بخياله أبعد مما هو مادي وما هو ملموس. الحيوان ينظر إلى الجبل، يمكن يذهب إلى الجبل لكي ينظر ماذا وراء الجبل، ولكن الإنسان يذهب وراء الجبل وما بعد الجبل، وينظر إلى القمر ويريد أن يصل إلى القمر وما بعد القمر، وأصبحت النظرة متاعه
في جميع الاتجاهات ليس في اتجاه معين. ومن هنا انتهت مرحلة ما نطلق عليها الطفولة عند البشرية، ودخلت ما يسمى بمرحلة المراهقة. وهنا لو نلاحظوا معناتها هذه معناتها حاجة مهمة أنا معناتها لاحظتها، إنما معناتها ما جاءت به الأديان الأولية مش الأديان هذه، ما نتكلمش على الأديان الإبراهيمية والزردشتية، الأديان يعني هذه اللي جاءت معناتها بهدف معين وبنظرة معينة من أجل التأطير واستغلال البشر. كما قلت لكم أنا بالنسبة لي الأديان الإبراهيمية أو الأديان هذه ما يسمى السماوية هي عبارة على أحزاب سياسية، هي إيديولوجيات فكرية استعملت واستغلت الضعف لدى الإنسان لكي تسيطر عليه، فهي مثل الأحزاب السياسية. الفرق إن الأحزاب السياسية تعدك بحياة أفضل في هذه الدنيا، مثلا الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني عندما يقدم نفسه في الانتخابات يقول لك أنا باش نحسن لك عيشك في هذه الدنيا، وسوف أطور كما نقول وإحنا المجتمع وأفتح المعامل ووفر الشغل وغيرها وغيرها. الأديان بين قوسين السماوية نفس الشيء، إلا أنها تستغلك وتعدك بحياة أفضل بعد الموت. هذا هو الفرق من بين الأديان السماوية والأحزاب السياسية أو الأيديولوجيات السياسية بصفة عامة. هذا هو الفرق من بيناتهم، وكل منهم يدخل في إطار السياسة، ونعرف إحنا السياسة هي مجال للخداع وللكذب وللنفاق، وهذه مسألة واضحة، هي كلمة سياسة مفهومة، هي أنك تسايس الشخص لكي تسيطر عليه. هذاك علاش أنا معناتها نرفض أرفض شخصيا، هذا وجهة نظري، أن أنتمي لأي حزب أو أي جهة. يمكن أن أعطي رأيي على حسب الظروف الحالية، فهمت، ولكن لا أنتمي ولا أربط نفسي، وأفضل أن أبقى حر، لا أنتمي لا إلى دين ولا إلى حزب ولا إلى إيديولوجية، وإنما أنتمي إلا إلى نفسي. إذن وقتها بدأنا في مرحلة المراهقة. المراهقة في الأول الإنسان عندما وعى بهذا الكون وجد نفسه ضعيف أمام هذا الكون، وجد نفسه ضعيف أضعف من هذا الكون، وهنا بدأ ما يسمى الإنسان يصنع روحه تخيلات ومعتقدات، ومن هنا جاء ما يسمى بالإيمان. وكان في الأول الإيمان طبيعي جدا، طبيعي عادي، يعني يحمي الإنسان، معتقدات تحمي الإنسان. ثم جاءت الأديان ما يسمى السماوية التي استغلت المخزون بتاع الشعور بالخوف والمخزون الإيماني لدى البشر من أجل استعباد البشر. وهنا بدأت المصيبة الزرقاء اللي توا دايمة عندها آلاف السنين. ونظن إن البشرية اليوم وصلت في آخر مرحلة المراهقة، ونعرفوا إحنا المراهقة فيها ياسر مصايب، وكلنا مرينا بالمراحل المراهقة، والمراهقة هي عبارة على اختيار طريق من نكون. ونفس الشيء البشرية في يومنا الحاضر وفي المستقبل تمر بآخر مراحل المراهقة لكي تتنقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة البلوغ، البلوغ الفكري. وهذه مسألة مهمة، هذاك علاش نقول إن الخروج من الأديان يحتاج إلى بلوغ فكري. ليس أي إنسان يتحمل مسؤوليته. مش من السهل، أنتم تعرفوا يا لادينيين بصفة عامة تعرفوا الفرق اللي موجود من بين وقت كنت
تنتمون الى دين وتوا. قبل كانت وتتوقع لكم مصيبه معناتها تستعينوا بالخروج منها بالبكاء وبالتسول وبالدعاء وغيرها من الاشياء، وانتم ما تعرفوا معناتها دائما بالتجربه ان تقريبا 99% من الدعوات نتاعكم اللي تعيدوها باش تخرجكم من مشكله ولا من مصيبه ما تجيب حتى نتيجه. يمكن 1% وتقعدوا تتذكروا هذيك ال 1%. علاش؟ على خاطر هذيك ال 1% ذكركم انتم في الحقيقه مش دعاكم ومش بوكاكم ومش خضوعكم هو اللي خرجكم من المصيبه، وانما عملكم وايمانكم وقوتكم هي اللي خرجتكم. لكن انتم بعد اكتشفتوا اللي هذاك البكاء هذاك الاسلوب تاع طفل صغير ما ينجمش يحصل على حاجه، يبكي اعطيني اعطيني كل حاجه اعطيني كل حاجه، يمشي يشكي لبوه يمشي يشكي لامه، هذاك هو التفكير الديني، يمشي يصلي يمشي يدرى شنو على خاطر ما نصليش وعلى خاطر كذا وكذا. هذيك كلها اوهام وتخدير مخ ليس له اي اساس من الصح. تصلي ما تصليش، فهمت؟ تدعي ما تدعيش، كان وقعت لك مصيبه ما اتبعتش الاساليب المنطقيه للخروج من هذيك المصيبه راك ما تخرجش، وكان كنت اكبر المتدينين. وهون انا نضرب مثال معناتها نتاع واحد ما نجحش. شوف الفرق من بين انسان مثلا عدى امتحان وما نجحش، انسان متدين يجي لبوه يقول له بابا راني ما نجحتش، ايش يقول له؟ يقول له ان شاء الله تنجح العام الجاي. يعني هنا الطفل يربى على التوكل على هذا الاله، يعني في الحقيقه يبذل هو يمكن مجهود، ولكن ساعات معناتها كل تفكيره في هذا الشخص السوبرمان، هذا الشخص الغريب اللي ما عنده ما يعمل، فهمت؟ يجي يعاونك ويجي يوجهك باش تنجح في الامتحان. بينما هذا الطفل عندما يجي واحد لا ديني يقول له بابا ما نجحتش، يقول له على خاطر ما خدمتش على روحك. هنا يحمل المسؤوليه. ومن هنا نفهم اللي راهو الخروج من الاسلام والخروج من الاديان ليس مساله في متناول الجميع. يجب ان تكون مسؤول وواعي عن نفسك لكي تستطيع ان كما نقولوا احنا تنجزها. مادام ماكش عندك درجة من الوعي ومن الشجاعة أيضا، فمع عباد نعرفهم ياسر يعني يفهم اللي الإسلام حكاية فارغة، أما يقول لك خليه بالكش ما نعرفش كذا كذا، فهمت؟ يعني هذا ما يسمى معناتها بالنفاق، يعني كأنه إلهك ما يعرفش. أول حاجة. ثاني حاجة فمن يقول لك لا نجي أنا ونخرج توا، يا ولدي راهو أي حاجة التغيير ديما يبدأ بهذه الطريقة. شوف المسلمين قدش قدموا قتلى، قدش قدموا شهداء، قدش والشهيد هنا بمفهوم ليس بمفهوم هما، فهمت؟ مجرمين هذو مش شهداء. احنا اللادينيين شنو قدمنا؟ نفهم اللي فما ياسر عندهم ظروف خاصة، ولكن أنا نتكلم على الأشخاص اللي خروجهم معناتها من الإسلام جعلهم أكثر وعي وأكثر مسؤولية. مثلا أنا شخصيا ساعات يسألوني سؤالات خاصة في فهمت عباد، يعني يقولوا لي شنو مصلحتك في إخراج الناس من الإسلام أو من الأديان بصفة عامة؟ نقول لهم مصلحتي إني نعيش من بين عباد يحترموني ويحترموا رأيي، لأن المتدين لا يحترم الآخرين مهما كانوا، يحترم إلا نفسه ومن هو قريب منه في الفكرة. بينما
غيره لا يحترمه لأنه يعتبره على ضلال. إذا أنا وقتها ندعو الناس باش يراجعوا التفكير متاعهم وباش يكونوا ديما نقول أنا ديما نقول يعني نجم نكون معتقد خاص بيك، مش لازم تتبع المسيحية ولا تتبع البوذية ولا مش لازم تخرج من إطار وتدخل الإطار. شنو باش يزيدك؟ شنو الفرق بين محمد ومن بين عيسى؟ شنو الفرق بيناتهم؟ محمد كان جامد في مكة راهو كيما عيسى تو، تشوف الآيات المكية وكل شيء معناتها حاجة نورمال، وعيسى كان جا ما صلبوهش على الصليب، فهمت؟ وكان جا وصل كون دولة راهو يمكن أخمش من محمد وأخطر من محمد. علاش معناتها تخرجوا من كيما نقولوا بالتونسي تهرب من قطرة تجي تحت الميزان؟ راهو الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر حكاية فارغة، تنجم تقعد في الإسلام متاعك، فهمت؟ تمشي الإسلام كيما نقولوا احنا خاص أو إسلام واحد ومش لازم تخرج، امشي إسلام صوفي، فهمت؟ وعلاش تخرج حاجة تمشي الحاجة؟ تخيل توا المسيحية على حق ولا البوذية على حق ولا غيرها، كلها أديان، الكلها تأطرك، الكلها تمنعك من التفكير، الكلها تفرض عليك أفكارها، الكلها عندها علماء نتاعها يقولوا لك شنو تعمل وشنو ما تعملش. أنت كشخص ما تنجمش تفكر وحدك، ما عندكش الحق تفكر وحدك، بل لازم أن ترجع للمختصين في هذاك الدين باش تعرف أفكار هذاك الدين. وعلاش؟ وش لازمني أنا؟ وش لازمني؟ أنا حررت روحي، خرجت من الإسلام، ماشي داخل في ديانة أخرى اللي العباد خارجين منها. ساعات معناتها نفهم أنا اللي معناتها صعيب، فما ياسر ما تنساوش، نعرف ياسر اللي خرجوا من الإسلام دخلوا للمسيحية من بعد انتقلوا للاتينية. يعني في الحقيقة كانت المسيحية مرحلة بين نقولوا احنا منزلة بين المنزلتين، خاطر الخروج من الإسلام مسألة صعبة جدا وأنا نفهمها، مش سهل الخروج من الإسلام. نعرف أن الإسلام يسيطر على المخ كليا، يعني يمحق الإنسان. إذا فما عباد من الجموش نفهمه. وهنا حبيت نقول ونوجه هنا الكلام يعني اللادينيين الفاعلين اللادينيين الفاعلين، نحب نقول لهم حاجة، ما تخافوش. علاش نخاف؟ نقول لهم راهو الموت جاية باش نعيش 10 سنين زايدة، 20 سنة زايدة، 30 سنة زايدة، 40 سنة زايدة، مش مهم، الموت باش نموت، أنا ملحد، ولكن نموت وأنا حر بكرامتي، ولا نموت وأنا متخبي كيف الفار. وهذا الكلام مش موجه للملحدين العاديين أو اللادينيين العاديين اللي عندهم ظروف خاصة، وإنما للأشخاص الفاعلين الناشطين أو الذين يريدون أن يكونوا ناشطين. راهو الإلحاد أو اللادينية قدمت عبر التاريخ كثير من الشهداء، وهؤلاء الشهداء ليس مشوا فجروا رواحهم، لا، وإنما عبروا على أفكارهم قتلوهم، وديما وكل يوم يقتلوا فيهم، كل يوم نقول كل يوم غير احنا ما نسمعوش، ساعات نسمعوا ساعات لا، ساعات تخرج الحال، ساعات يقتلوهم من تحت حسمس. نمشي نشوف في الشرق، نمشي نشوف السعودية في العراق، يقتلوهم ما عادش تشوفهم، 1 على 10 نسمعوا به. راهو كان ما نجمش نتحركوا على جميع الجبهات ونوحد الصفوف متاعنا، ليس توحيد في إطار منظمة، لا، أنا لا أؤمن بالانتماء لمنظمة، أؤمن أن كل واحد إلكترون، كل واحد فكر مستقل، كل واحد رب نفسه، لكن كلنا مع بعضنا ندعم بعضنا ونشجع بعضنا
وراحوا كما قلت لكم ماتوا ياسر، ولازمنا احنا ما نخافوش من الموت. علاش ما نخافوش من الموت؟ على خاطر ما عندها حتى قيمة الحياة بدون حرية. نعم، وهذا توا الكلام هذا يفهموه الناشطين وال يعني اللادينيين اللي عندهم ايمان، ايمان اما ايمان انساني. اما احنا وقت نموتوا نموتوا مش على خاطر قتلنا ولا على خاطر حرضنا على القتل، احنا ضد العنف مهما كان وضد الفوضى، وانما مع الحرية. بالنسبة لي الحرية، الحرية الفكرية هي أهم حاجة في هذه الدنيا، وما دام ما فماش حرية مستحيل نتقدم، مستحيل نحيوها من بالكم. ما دام الدساتير بتاعنا ما فيهاش نصوص واضحة تدعو للحرية، الحرية الفكرية المطلقة، وعندما نقول المطلقة المطلقة، راهو مانيش باش نقدموا. احنا لازمنا نقدموا حرية افضل من الحرية اللي موجودة في الغرب. علاش لا؟ علاش ما نجموش؟ راهو الغرب انا احترم، هو متقدم علينا، متقدم نقصد علينا، متقدم علينا، متقدم على الهمج هذا تاع المسلمين، ولكن احنا نجم نقدموا فكر متقدم على الغرب للإنسانية كما هما قدموا وإحنا قدموا. نشوف أنا ساعات نسمع فيديوهات متاع معناتها إخوة لاتينيين عندهم أفكار عظيمة، الغرب مازال ما فكرش فيها أصلا، ولازمنا هذه الأفكار نحافظوا عليها وندعيوا ليها، على خاطر إحنا بيدنا لازمنا نشاركوا البشرية، لأن احنا الهدف متاعنا ان كل البشر يعيشوا احرار ضد اي نوع من الاستغلال، سواء باسم الدين، سواء باسم السياسة، سواء باسم اللوبي، اي نوع او الاقتصاد او اي شيء. راهو المشكلة ماهوش معناتها الاديان فقط، راهو هو سيستم كامل تابع الاديان. وهذا نواصله نتكلم عليه في الفيديو القادم، وشكرا، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.